مرحبا حبايبنا اللي يشاهدون برنامجنا خوش حكي. طبعا تقدرون تتابعون جميع حلقات البرنامج على اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام وعلى موقعنا الخاص بالبرنامج اللي هو www.صوتالمستقبل.com. وسؤال فقرتي اليوم عن المرأة ودورها باستيعاب مشاكل افراد اسرتها وغضبهم، وشلون ممكن ترضي جميع الاطراف، وشلون ممكن نستفاد منها بحل مشاكل الواقع اللي نعيشه حاليا. راح نروح انا وياكم ونسمع اراء الناس ونشوف شنو الحل. طبعا عزيزتي هذا الشيء مهم بالنسبه لهذا الموضوع اللي تطرقتي له. انا كأم وام عراقيه دائما اتعرض للمشاكل بما انه انا صاحبه بنات وصاحبه اولاد. يعني هواي تعرضنا لمشاكل، احاول اهدئ الوضع. اول ما اهدئ الوضع بين الزوجين، لا تعرفين، ما أوصل لمرحلة الطلاق أو الخصام أو أي شيء، أي مشكلة بالبيت هي الأم لها دور فعال، إن كان ويا الزوج، إن كان ويا الأبناء، إن كان ويا أزواجهم، تحاول تطل الهدوء كله بالبيت. يعني ما تأجج المشكلة أو تساعد البنية على أنه مثلاً دائماً القرار السليم يعني يكون سليم. لا والله شوفي، إذا عدة مرات مثلاً حاولت، أنا هسه عندي بنية وحدة هم صاحبة مشكلة صايرة عندها، حاولت أساعد مرة ومرتين وثلاثة أهد الوضعية، شفت الوضع بعد ما يفيد، يعني هاي المشكلة الرابعة بعد ما يفيد، لا والله أخلي القرار إلها، بعد هي تكون صاحبة القرار. أنا حاولت بكل طريقة وأكو لا بالعكس، عندي ابني هم مشاكل لا ساعدته والحمد لله والشكر وأموره صفت والحمد لله. إحنا نحكي يعني عن دور المرأة. المرأة بصورة عامة هي نصف المجتمع، وأهم شيء أنه أنا بنظري أنه تكون امرأة مثقفة. من تكون امرأة مثقفة راح تعرف شلون تعالج مشاكل دارها ويا مثلا اطفالها ويا زوجها ويا حتى الجار ويا الغريب ويا اي انسان يجيها. بس ما اتوقع انه انسانه يعني ممكن تكون يعني مو ذيك الثقافه او ذاك الوعي او نقول ممكن بلا ممكن انه تتلافى هاي الامور. فمن هالمنطلق انه ننصح انه دائما انه البنات يعني للاسف اكو عوائل هسه مثلا البنيه مثلا سادس ابتدائي او ثاني متوسط تبطل خلاص. بالعكس، انت هاي باكر عقبه راح تتزوج، راح تفتح بيت، راح تواجه مشاكل. اذا كانت ما عندها ذاك الادراك القوي او ذيك الثقافه مستحيل راح تعرف تحل مشكله. التربيه هم يمكن لها دور من امها او يعني هي كل شيء له دور، البيئه لها دور، المجتمع له دور، التربيه لها دور، الكليه لها دور، الثقافه حتى بغض النظر عن الشهاده، يعني الثقافه انه انا اثقف نفسي بكتب او حتى الاطلاع على التلفزيون او الانترنت وهاي كلها لها دور. فالمراه اذا كانت انسانه مثقفه وعلى وعي كامل 100% راح تعرف شلون تدير امور منزلها، حتى ممكن يعني امور ممكن الرجال ما يقدر يحلها هي بدورها هي بقوتها تكون قياديه دائما تكون قياديه هي بسلطتها راح تعرف تحلها. المرأة ودورها باستيعاب حل مشاكل أفراد أسرتها واستيعاب غضبهم وتصفية الأمور بين جميع الأطراف، شلون ممكن نستفاد من حل هاي المشاكل بالواقع اللي نعيشه حاليا؟ أولا لازم تكسب المقابلها، هاي أولا. شلون؟ شلون؟ مثل يجر يعني زوجها أبسط شيء، يعني يجر زوجها يجي من يجي تعبان ما تنرفزه بأي شيء، يعني لازم تلقى شلون اقول لك الغداء الهدوم بحكايه حلوه تتلقى مو قبل ها وين كنت او طالع، لان تعرفين والجهال يعني المجتمع مالتنا الجهال لازم من يطبون الشطوك مثل دروس او هيك، يعني مو قبل قبل لازم متابعه اي طبعا لازم شيء ورا شيء كيف هي تكسب، لازم تكسب المقابلها. يلا ما يصير غضب عليها، لا اذا تجي وتنرفز وهو يجي تعبان رجلها او الجهال يتنرفز تصير مشاهده كلاميه. المراه ودورها باستيعاب حل مشاكل افراد اسرتها واستيعاب غضبهم ودائما تصفيه الامور بين جميع الاطراف، شلون ممكن نستفاد من هذه حل المشاكل بالواقع اللي نعيشه حاليا؟ والله هي الاساس يعني المراه تكون داخل اطار البيت، يعني داخل اطار الاسره. فمثلا اذا واجهتني مشكله اني فاكيد حالجا انه الوالدتي هي حتحلي هذا المشكله اللي عندي، واذا مثلا ما قدرت يعني الوالده ما قدرت على هذا الطرف الجا للطرف الثاني اللي والدي. فيعني واذا اريد مثلا ندخل بموضوع او نحل مشكله ندخل مثلا يعني
إيجابية بالموضوع، يعني مثلا نهدي الأمور أكثر، يعني مثلا تكون فاعل خير أو نحل الشيء بهدوء، يعني سلام بسلام بالضبط. أي يعني برأيك دائما بس الأم اللي تقوم بحل المشاكل، يعني أنت كامرأة هم يتجه لك أحد يستعين بيك بحل المشكلة؟ أي طبعا، مثلا اللي أصغر مني أو الأكبر مني هو حسب العقلية، يعني إذا حفتهم الموضوع أو حفتهمه بشيء يعني هادي أو عصبي أو هيك شيء، فإنه لا دائما يعني أفضل إنه البنية مو دائما تلجأ صديقاتها أو شيء، الأم يعني هي تحاول إنه تسوي من أمها صديقاتها بإيدها. وصلت الختام فقرتي وسمعتوا آراء الناس، وطبعا لو كلنا نتعامل بالمشاكل مثل الأم من تتعامل بحل مشاكل أفراد أسرتها راح نعيش بسلام أكيد. تحياتي لكم، شنتوا ياكم أنا ياسمين وبرنامجنا خوش حكي. باي باي.